المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد سعود عبد العزيز صاحب قهوة المزاج. أستاذ عبد العزيز مرحب فيك بداية في برنامج رواد الأعمال، نورتنا ونورت البرنامج. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول معك سعود عبد العزيز صاحب قهوة المزاج كوفيه، من سكان الشارقة والتجارة البسيطة هاي الحلوة يعني اللي عملناها إن شاء الله تكون على حسن رضا الجمهور أو رواد الأعمال اللي بتكون موجودة. طبعاً أستاذ عبد العزيز حابين أيضاً نتعرف أكثر عن المنتجات الخدمات أيضاً اللي بتقدموها في قهوة المزاج. والله بخصوص الكوفي طبعاً جميع المشروبات اللي متوفرة حالياً من الكوفيات الساخنة أو الكوفيات الباردة وجميع العصائر، يعني العصائر من ممتازة إن شاء الله، وهذا ما شاء الله إن شاء الله اللي يكون إن شاء الله يعني يعطي سمعة طيبة. أكيد طبعاً للكوفي طبعاً. إحنا بصراحة من أول ما دخلنا على الكوفي رائحة الكوفي أو رائحة البن دمبوس مميز ومميزة جداً صحيح. بصراحة يعني دائماً كانت دراسات تقول إنه رائحة البن تحسن المزاج. أكيد فعليا اول ما دخلنا على قهوه المزاج حسن المزاج اليوم. الله يطول عمرك. حابين ايضا نتعرف عن خصوصا في ظل المنافسه الموجوده في سوق دوله الامارات في جميع مجالات العمل، يعني نتكلم احنا عن مجالات الصناعه ومجالات كذا ومجال ايضا الكوفيز ومجال المطاعم، لازم يكون عندك شيء مميز تتميز فيه عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم في قهوة المزاج؟ والله قهوة المزاج خاصيا اللي هي حاليا اللي موجودة في نادي الشارقة في متجر الشارقة الرياضي، في عندنا كوفي يعني سبيشالي لنادي الشارقة ومسمينه يعني الشارقة كوفي. طبعا هذا مميز ان شاء الله سواء بالمشروبات الباردة أو الساخنة، يكون إن شاء الله مشروب مميز لجميع الشارقة. أيوة لجميع مشجعين الشارقة الرابطة أو كاملة يعني صحيح. نادي الشارقة إن شاء الله صحيح. طبعا بننوه طبعا أنه نحن الآن اليوم متواجدين في نادي الشارقة في متجر نادي الشارقة الرياضي في المزاج كافيه. هنا يوجد التميز مع السيد عبد العزيز. حابين ناخذ ونتعرف على هدفك اللي راسمه السيد عبد العزيز للسنين اللي جاي. والله الهدف هو ان شاء الله توسع في الكوفي ان شاء الله باذن الله احد حاليا هم فرعين، وان شاء الله تقدم في المشروع ان شاء الله اكثر واكثر، يمكن ان شاء الله في اكثر من اماره. حاليا هو خصيصا لاماره الشارقه وان شاء الله نتوسع ان شاء الله في امارات ثانيه ان شاء الله. نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتوسع في كافه امارات الدوله، وليش لا نطلع حتى على دول الخليج ان شاء الله. نتكلم عن الامن والامان في دوله الامارات، دوله الامن والامان فعليا. كيف ممكن الامن والامان يساعد على استقطاب مستثمرين سواء من داخل او من خارج الدوله، خصيصا للناس اللي تبحث عن الاستثمار الامن للمدى الطويل؟ والله إذا بوصف لك الأمن والأمان في دولة الإمارات، أنا ما أعطي دولة الإمارات حقها طبعا في الأمن. الله يخلي شيوخنا والله يخلي يعني الشيخ محمد بن زايد حاكم دولة الإمارات والنواب والشيوخ يعني كلهم الحمد لله عايشين في أمن وأمان. طبعا استقطاب رواد الأعمال أو التجار في هاي المنطقة اللهم لك الحمد. من ناحية الأمن طبعاً لا يعلى عليه، ما في كومنت. من ناحية التسهيلات طبعاً تسهيلات كثيرة، واللي جاي بعد إن شاء الله تسهيلات أكثر أكيد طبعاً. نعم. طبعاً للتجار يعني خاصياً للتجار يعني أكيد. زوار
زوار دولة الإمارات ككل. الزوار مرحب فيهم دائما وأبدا في دولة الإمارات. في نهاية حلقتنا حابين نشكرك على ضيافتك معنا، كان لنا الشرف في لقاء رجل من أكثر الرجال ذوقا بصراحة اللي تعرفنا عليهم. تشرفت في القناة، يعني قناة حلوة مميزة، وأتمنى إن شاء الله إن شاء الله يا أكثر إن شاء الله يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.